نهد من عدم. تعيش يا أخويا. نبدأ خد استغراري المجلس المحلي ده، عشان العالم دي بتستني سبورتس ان انا بفك الخط ولا البطوش، وتقول على لساني كلام لا بده ولا حتى اعرف اقوله. الله مالك يا دكتور؟ لا مفيش حاجه يا اخي، اتهديت من الكلام اللي قاله الدكتور لك النهار، ولا يهمك بكره يجي لك لحد هنا برجليه عشان يخطبك لبنته ويدرس بحيثها اللي زمانها وصلت لحد اسوان. والله ده حرام، الراجل كان سكران والسكر يعني بيهيأ. طب ما هو لولا سكر وما كانش وقع في المصيده برجليه، هيجيلك ويشتري الشكه والدبل ويديك الشقه اللي عنيه في مصر هديه، هي شقه بنته وجوز بنته. ايه ازاي ده بس يابا؟ مين يقبل الكلام ده؟ الناصح الراجل اللي يعرف مصلحته فين، جواز وشقه عنيه في مصر وحزبه في البلد وشيء وشويات في البنوك. انت هتنهب؟ شوف اسمع بقى، انا البنت دي مش عاوز اشوف وشها. يبقى اتجننت؟ حد يرفض النعمه؟ ده تكنيله في خيبتك القويه وفقرك الدكر. يابا يعني هو الغنى ما يجيش الا على ازمه الناس؟ الحياه فرص، والفرصه اللي بتضيع ما بتتعوضش ابدا. ده انت اللي بيقولوا عليك صحيح.